اهلا بيكم في المرحلة التالتة من كورس الانيميشن المعماري باستخدام برنامج 3D Max و V-Ray. انا المهندس محمد الاشرم، مهندس معماري محترف ماكس معتمد من اوتوديسك ومدرب معتمد، وبرضو مؤسس ديزايناتكس ستوديوز. بشتغل بال 3D Max بقالي اكتر من 15 سنة، عملت شغل كتير في اكتر من 120 مشروع، منهم الداخلي والخارجي والانيميشن. في سلسلة الكورسات دي هنتعلم خطوة بخطوة احسن طريقة علشان نخلي تصميماتنا المعمارية تأتي الى الحياة عن طريق الانيميشن. الهدف من الكورس ده انه يدينا المهارات اللي تخلينا ننقل شغلنا من انتاج صور ثابتة لانتاج فيلم انيميشن رائع. الكورس ده مبني على مشروع انا كنت بخلصه لثلاث فيلل في مكان كده جنب لندن اسمه كومبي جرين. فاحنا بسطنا طريقة الشغل لخطوات بسيطة نقدر نطبقها على اي مشروع معماري، وعلشان نسهلها اكتر قسمنا الخطوات دي لثلاث كورسات. كل كورس بيركز على مرحلة معينة من عمل فيديوهات الانيميشن. بعد نجاح المرحلة الاولى والمرحلة التانية بكل فخر بقدم لكم المرحلة التالتة. في المرحلة التالتة هنعرف فيها تقنيات وخدع واختصارات كتيرة هتوفر لنا وقت كتير وهتخلي النتيجة النهائية رائعة. يلا بينا نتحمس بقى للمرحلة دي وناخد كمان بصة على المنتج النهائي لفيلل كومبي جرين في الفيديو اللي جاي.